السلام عليكم. طبعا الروايه الايمانيه دي طبعا لازم اصورها لكم عشان احسسكم بالجو في الايمان، الجو الايماني في الحرم، وربنا طبعا ينول يعني كل مشتاق يجي البيت الله الحرام ويتقبل دعوته بان هو يزور بيت الله الحرام. يلا بينا نشوف الفيديو، يا رب دايما يعجبكم. ده الباب الوحيد اللي ممكن تشوفه الكعبة منه، اللي هو باب الملك عبد العزيز.